هذا الاستقبال الحافل الذي ما فكرنا انه سيكون بهذا الشكل وهذه العظمه، ان يخرج هذا العدد الكبير من اهل المكان من اهل نيانه لاستقبالنا، فهذا يعني دين في رقبتنا في الحقيقه، يعين الله ان نسدد هذا الدين يعني بهذا الاستقبال الكبير. وفي الحقيقه يعني هذه الزياره جاءت في اطار التعاون المشترك بين وزاره الاوقاف المصريه وكذلك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة. ونحن في مصر نحب كثيرا دولة السودان لما تجمعنا بها أمورا كثيرة، الود والمحبة واللغة والجيرة والتاريخ والجغرافيا واستقرارنا المتعلق باستقرار السودان والعكس كذلك، وكلنا هدفنا أن نعيش في وطن آمن مستقر ومجتمع متواصل عامل بالبنيان والتشييد بعيدا عن التطرف والارهاب وبعيدا عن العصبيه القبليه، لان الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياه لاهداف، ما خلقنا جدا ولا عبثا، انما خلقنا سبحانه وتعالى لنؤدي الرساله، فكل انسان خلقه الله على هذه الارض عليه واجب يجب ان يؤديه ورساله يبلغها. فالداعيه عليه البلاغ وليس على الحساب، وليس عليه الحساب، فالحساب عند الله، لكننا علينا نحن كدعاء وائمه الى الله سبحانه وتعالى ان نبلغ رساله الله وان نصلح في المكان الذي نعمل فيه. وكذلك كل مواطن في كل ولايه وفي كل دوله وفي كل بلد، من يحب وطنه يعمل لاجله ولصالحه، يبني فيه ويعمل ويشيد، يعلي مصلحه البلاد العليا. فهذا مقصد من مقاصد الاديان، كما تعلمنا ان مصالح الاوطان من مقاصد الاديان، وهذا امر مهم جدا، وبخاصه بعد ان وضعنا في وزاره الاوقاف المصريه الكليه السادسه، وكنا نعلم ان الكليات هي الخمس، حفظ الدين والنسب والعرض وما شابه ذلك، هذه خمسه، لكن في العصر الحديث بعد ان اضفنا الكليه السادسه وجعلنا كتابا من اصدارات وزاره الاوقاف المصريه وجئنا به بنسخ لسيادتكم ان شاء الله في هذه الولايه، الكليه السادسه وهي حفظ الوطن. فالانسان لا يستطيع ان يقيم دينه الا في مكان، الا في وطن مستقر الان. والا اخبرني كيف تقيم العباده وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم، اين؟ الا ان تكون في وطن امن مستقر منتشر فيه الرحمه والموده والسماحه بين الاخوه. وحتى لا اطيل عن ذلكم، انا بشكر سيادتك والساده الافاضل الذين قاموا على استقبالنا باحر واجمل التهاني والحفاوه، وبارك الله فيكم جميعا، واسال الله ان يوفقنا في هذه المهمه وان نتعاون وان تثمر هذه الزياره بكل الفوائد الطيبه بما فيه صالح البلدين الشقيقين وما فيه صالح الوزارتين الدعويتين.